هذه المباراة هي ضمن الجولة الرابعة للبطولة الاحترافية الوطنية لكرة القدم النسوية. المباراة ديال اليوم غتكون مباراة استثنائية، علاش؟ لأن فايتلينا ديجا كنا لعبنا مع هذا الفريق في لاكوب وكان الانتصار ديال فريق شباب محمدية، لكن البطولة الوطنية عندها واحد النهج اخر، بحيث ان الفريقين كيسعوا على انهم يضمنوا ثلاثه ديال النقاط باش يضمنوها في الرصيد ديال الترتيب ان شاء الله. بالنسبه لنا احنا اي فريق في البطوله فهو منافس صعب، واللاعبات عندهم يعني الثقه في النفس على انهم يديروا واحد العطاء جيد، ونتمنوا حظوظ الفريقين ان شاء الله. نتمنى على ان هذا الاحتراف يكون فعلا احتراف فعال، ونتمنى على انه هذا البرنامج ولا هذا المشروع الرياضي اللي اعتمدته الجامعه الملكيه المغربيه على انه يتطور ويعتمدوا مجموعه ديال نقاط القوه، وناخذوا مشاريع اجنبيه على انها تكون مثل شبيهه للمشروع الجديد الاحترافي في كره القدم النسويه. نتمنوا على ان هذه كره القدم النسويه على انه يشجعوها ويدعموها وتخرج للوجود وتعطيها الثقه ان شاء الله، واكيد ان شاء الله غتكون عندها الكلمه مستقبلا ان شاء الله. بالنسبه للمباراه ديال اليوم كانت شويه ما سهلاش بحكم ان الفريق الخصم ما كانش ساهل، ولكن واخا تعادلنا كنا نقدروا نربحوا، ولكن الاهداف اللي تماركاو علينا في بريمير ميطا شويه صعبوا علينا المقابله. دونك دوزيام ميطا ماركينا دو بيت، المهم البنات داروا افور باش انهم يرجعوا للمقابله، ماشي مشكل. هذا تعثر سلبي بحكم انه هذه الدوره الرابعه، جوج مقابلات الاولى كنا انتصرنا فيهم، وهذه مقابلتين الاخيرتين كنا تعادلنا فيهم، ماشي مشكل. هذا ما حدا في اول ديال البطوله كاين تعثرات، ماشي مشكل، باش انه باقي اللعب، باقي الدورات، باقي لي ماتش. هذا كيخول لنا انه في المباراه المقبله ان شاء الله نصحوا الاخطاء ديالنا، ولما لا نحقوا انتصارات ماتش على ماتش ان شاء الله. وتنشكركم مره اخرى.